إذا ما كانت أختها بكون قلقتها وعيشتها بأمل على الفاضي. لازم أتأكد قبل ما أخبرها. رجعت الخاتم لأمك بس ما خبرتها كيف التقى. معلش بلا ما تعمل له المشكلة، المهم زينب بريئة. أهم شي بالنسبة إلي كان أني برئة، لأني ما بتحمل شوفها مكسورة ومظلومة. زينب، ما بعرف إذا قلت لك، بحسها بتذكرني بأختي على طول. احكي لي شوي عن أختك. دقيقة وبرجع لك. هي كانت بنت مبتسمة دائما، ما بتذكر اني شفتها عم تبكي. يمكن انا ما حي هالشي من ذاكرتي. كانت رايقة وحنونة. لو هي الصورة ما كانت عند خالي، ما كنت لقيت أي ذكرى بتخصها عندي. قبل هاي الصورة بيوم، أمي ما نامت كل الليل وهي عم تجهز لنا تياب العيد. كلثوم طار عقلها لما فتحت عيونها الصبح وشافت الفستان جنبها. يمكن فاقت بالليل 100 مرة لتطمن عليه. كانت بنت بتجنن، قلبها كتير طيب. من صورتها مبينة بنت طيوبة. اتنيناتكن طالعين كتير حلوين بالصورة، وفي فرحة بعيونكن. هيك كنا. هي الفرحة انطفت يوم يلي اختفت. بضيعتنا دائما نطلع منتمشى كتير بفصل الربيع. بتذكر بيكون التلج يلي على الجبال عم بدوب. لما اختفت كل الضيعة والضيعة يلي حوالينا كلهم طلعوا ليدوروا عليها، وطبعا رجال الشرطة. كنت أول مرة بحياتي بشوف كل هالناس مجتمعين. طيب معقول ما لقوا لها أي أثر؟ جاكيتا، لقوا جاكيتا الصغير. بعد كم يوم من اختفائها لقوا جاكيتا على شط البحر. وبلحظتها كل شي انتهى وكل العالم فقدوا الأمل. طيب بلكي حدا لقاها وأنقذها. كل شي ممكن، بس لازم اتأكد بأي طريقة. لازم اتأكد إذا هي كلثوم ولا لا. هي الأسوارة انتو التنتين لابسين منها. اي صح، هدول جبلنا ياهن خالي حكمة، هيك أمي قالت لي. وكل واحدة كان مكتوب على بلاكة اسمها. أنا لهلأ مخبيته عندي، وبصغرنا ما كنا نشيله من إيدنا وما شلحناه أبدا. حتى كلثوم وقضاعت كان بإيدها.